ومن قريتنا الخضراء نروح لحالتنا الإنسانية النهاردة. خالد الشافعي من المنوفية، فنان استثنائي في الرسم على الحيطان الحقيقة، يقدر في أي وقت وفي أقل وقت يرسم لك أي رسمة أنت عايزها على الحيطة. تعالوا نشوف التقرير ده عن خالد الشافعي. في قرية جريز في محافظة المنوفية قابلنا فنان اسمه خالد الشافعي، علم نفسه بنفسه لحد ما أتقن فن الرسم. بدأ الموضوع معاه بتحدي لحد ما بقى طموحه الوصول للعالمية، ورغم الإحباطات اللي تعرض لها من الناس هادمي الأحلام إلا إن إصراره هو سر نجاحه، عشان يضرب مثال يحتذى به ويثبت إن مفيش حاجة مستحيلة طالما بنتوكل على الله وبنسعى وبنجري ورا حلمنا. انا عندي 20 سنه بدرس في كليه حاسبات ومعلومات شبين جامعه المنوفيه. انا حاليا في فرقه ثالثه. بدات الرسم زي اي طفل مصري عادي، بنمي موهبتي من صغري، يعني من قريتي من الارياف. اما جيت ارسم ما لقيتش حد يدعمني في البدايه في الرسم، واللي انا ما لقيتش حد اصلا في بلدنا بيرسم اللي انا اتعلم منه. فبدات ادرب نفسي وسمعت الفنانين كبار على اليوتيوب الخامات والادوات، لحد ما الحمد لله اتعلمت وتحسن مستواي. فانا بدات اتعلم اللي هو على البورترات والورق والكلام ده بالرصاص، لحد الحمد لله ما اتعلمت ورسمت لوحات كتيره. لقيت اسمي الحمد لله بدأ يسمع وناس كتير تعرفني، فحبيت المجال اكتر. اتقنت فيه، بدأت اللي انا بحب اجدد، اخش على حاجه ما حدش بيعملها. بدأت ان انا ارسم جدران، ودي حاجه صعبه اللي هي في بلدنا اللي هو في مركز اشمون محافظه المنوفيه بالتحديد، اللي هو حد يرسم على جدران اشخاص وبورترات على الحيطان. فانا بتمنى من الدوله انها تدعمنا وتدينا جزء اساسي عشان نعرف نوسع، وبتمنى من اي فنان من المحافظات اللي هم يزينوا المحافظات بتاعتهم. بتمنى ان انا اوصل لمكانه عالميه، يعني ما بتمناش ان انا رقم واحد، لا، هو في فنانين كتير رقم واحد، انا بتمنى ان اكون من ضمن المعاصرين دول، يعني من ضمن يبقى اسمي مسمع في جميع العالم. انا بدات البورتريهات كانت الرسم ممكن تاخد معايا بالثلاث ساعات ولا اربع. الحمد لله دلوقتي بقيت برسم البورتريهات ممكن تاخد معايا وقت قياسي، ممكن اخلصها في نص ساعه، ممكن اخلصها في ساعه. حابب اضيف اللي احنا كل مبادره من محافظه المنوفيه، اللي احنا نزيل محافظه المنوفيه ويعمل معايا تيم ان شاء الله، ونمسك المحافظه كلها نزينها لانها مركز اساسي. يعني دي حاجه هتضيف للمحافظه مركز جمال، وتبقى تخليها رقم واحد في المحافظات، واولا حب على مستوى العالم، وهتاخد مركز جمال ان شاء الله. مصطفى الشيمي، كلمه السر. ودلوقتي نطلع فاصل ونروح لفقراتنا المهمه، فقرتنا عن السياحه الشتويه وفقرتنا الثانيه عن الدروس الخصوصيه. فاصل ونروح لفقراتنا.